حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا. قول لي. عمري ما انا من وانا صغير لحد دلوقتي ما كنت اتخيل او اتوقع المشهد زي دوت، فمشهد مؤثر جدا، فبالنسبة لي يعني ليه اهمية كبيرة، فبشكرهم جدا طبعا على اللي هم عملوه دوت. حاجة كبيرة جدا في حياتي وفي تاريخي، وبتمنى لهم طبعا التوفيق وبشكرهم جدا. وسيد محمد صلاح ليك برقم 22. صلاح كلمني على الرقم، بس هما الناس هناك ان شاء الله يعني حاجزين لي رقم 4 باذن الله. طب بالنسبة لعمر، يعني طموحاتك، يعني بالتأكيد انت النهاردة اصبحت لاعب محترف، فبالتالي عندك طموحات ايجابيات كتيرة جدا انت جواك، اكيد انت عاوز تحقق حاجة عن طريق بازل، رايح لفين؟ والله بص، انا رايح ان شاء الله يعني ربنا يكمل الموضوع كده على خير ان شاء الله. انا رايح اركز بس في بازل، يعني مش مركز في الخطوه اللي بعد كده. عندي ان شاء الله تحدي باذن الله ربنا يقدرني وبقده. هركز ان شاء الله في شغلي واطلع كل اللي عندي، وان شاء الله تيجي حاجه عن طريقهم تبقى حاجه كويسه، اكيد هم مش هيقفوا فيها، بس انا رايح تركيزي الاول اعمل حاجه كويسه في بازل ان شاء الله. بس عمر، يعني نجاح تجربه محمد صلاح ونجاح تجربه محمد النني، هل دي ما تكونش دافع ليك ان شاء الله ان انت حاطط في دماغك مكان معين اكبر؟ اكيد، يعني هم اول حاجه هم مصريين ونفس جيلي، وكانوا راحوا بازل على انديه كبيره، فطبعا كل الحاجات دي حطيتها في دماغي. بتمنى لهم طبعا التوفيق، هم لعيبه كبيره ولعيبه محترمه جدا مجتهدين، ربنا يكرمهم. اتمنى ان شاء الله ان الواحد يمشي على نفس باذن الله خطوهم. يعني كابتن عمر، طموح عمر جابر بعد بازل، النادي اللي انت نفسك تلعب فيه؟ لا يعني في ان شاء الله انديه كتير ان شاء الله، بس انا بقول لك والله يعني انا رايح اول تفكير ان شاء الله في بازل. ربنا يكرمني يا رب ان شاء الله اقدر اعمل حاجه كويسه لنفسي ولبلدي وطبعا والنادي، نادي يعني نادي الزمالك، وان شاء الله خير يعني في الاخر. بص يعني لو تسمح لي، القلق والخوف احنا مش تمام. يعني القلق والخوف طبعا من حاجات ان سلوكيات اللاعب المصري وثقافه اللاعب المصري على الثقافه الاوروبيه، يعني انت بطبيعتك انت عايش في مصر، فبالتالي هناك كالتشر وهنا كالتشر تاني، فبالتالي انت تقدر تتكيف مع ده ازاي؟ هل من ضمن حساباتك الاولى ايه؟ خصوصا اللغه. لا الحمد لله، يعني اللغه الناس قعدوا معايا واتكلمت معاهم الحمد لله انجلش. عمر، الرساله الاخيره. طب انت قطعت ليه؟ طيب الراجل بس انا سالته ما جاوبش الناس عشان ممنوع لانه يسحب الكاميرا. اتفضل. فانت هتدلل يعني كل اللي اتفضل يا عمرو اتكلمك. اتفضل. رساله بتوجهها لكل الجماهير المصريه في بدايه رحلتك، تقول لهم ايه؟ بشكرهم طبعا على المسانده الكبيره اللي انا شفتها، وبتمنى لهم ان هم يدعوا لي كده ان شاء الله وابقى عند حسن ظنهم. عمر، اخيرا بعد تجربه احتراف 10 سنين ان شاء الله، العوده للزمالك محسومه؟ لا ده ما فيهاش كلام طبعا. عمر، شايف ان الفرصه دي جت متاخر؟ والله كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى كاتبها، ممكن يكون جت متاخره شويه، بس اكيد ده خير في الاول في الاخر، وانا الحمد لله راضي سواء جت متاخره او جت بدري، فالحمد لله على كل حاجه. الناس اللي كانت بتقول عمر جابر راح الاهلي، راح الاهلي هو دلوقتي فعلا؟ راح دلوقتي الاهلي؟ لا. لا انا متربي في نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك عندي 5 سنين، هيبقى صعب جدا عليا ان انا العب في حته غير نادي الزمالك. عمر، كلمه اخيره تقولها، كلمه اخيره تقولها لجمهور نادي الزمالك في يوم وداعك الجميل. بشكرهم طبعا جدا على السنين اللي انا قضيتها معاهم، سواء كنت مشجع بعد كده بقيت لعيب وان شاء الله ابقى مشجع تاني اكيد. بشكرهم جدا على المسانده، الفتره اللي فاتت، وبتمنى لهم طبعا ان شاء الله التوفيق باذن الله، واللعيبه ان شاء الله انا طبعا كنت معاهم وبكلمهم على طول، فرحناهم السنه اللي فاتت وباذن الله عايزين نفرحهم السنه دي، وعندنا ان شاء الله كذا بطوله وباذن الله ان شاء الله هيديروا يحرزوا بطولات كتير باذن الله. تحدياتك عمر، اكتر حاجه شايفها قلقان منها هناك، اكتر حاجه متخوف منها في بازل؟ صراحه رئيس الجمهوريه في وشك. والله انا رايح ان شاء الله زي ما قلت برضو هموت نفس التمرين، اول تحدي ليا ان شاء الله اساسي في الفرقه باذن الله، ان شاء الله اقدر احققه في فتره قصيره باذن الله. وجود شيكابالا معاك النهارده ومع الوايت نايتس، هو شيك طبعا يعني اخويا من زمان قوي قبل ما تصعد انا درجه اولى، فانا بحبه جدا على المستوى الشخصي طبعا، وهو من امر اللعيبه اللي شفتها في حياتي، فبتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جاي باذن الله. هو كابتن طبعا الفرقه عليه مسؤوليات كبيره، هو ان شاء الله يبقى قدها باذن الله. مين اللي كان له دور كبير في اقناع عمر جابر اللي هو يروح بازل لوحده؟ هو طبعا حاضر حاجه. لا يعني طبعا كابتن يحيى وابراهيم وساشا الناس اللي جابوا العرض، يعني هم ما اقنعونيش، يعني هم جابوا العرض وعرضوه على نادي الزمالك. انا طبعا يعني كنت موافق بصراحه، كنت مرحب بشكل كبير ان انا اخد التجربه دي، فعرض عرضوا العرض على نادي الزمالك. نادي الزمالك بصراحه يعني انا قلت ممكن الامور تبقى اصعب من كده، بس
هما طلبوا فلوس زياده وما كانوش طالبين فلوس دي خالص في الاول، بس هما طلبوا فلوس زياده والنادي هناك الحمد لله وافق. فالحمد لله كانت المفاوضات يعني مش صعبه الحمد لله. كلمه اخيره حابب تقولها قبل ما تركب الطياره؟ يعني بقول للناس كلها تدعي لي ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرم وعند حسن ظن الناس كلها باذن الله. ثواني يا جماعه بس في سؤال ثواني.